هذا الكتاب لصول الثلاثة يعتني بالتعريف بالله سبحانه وتعالى وبنبيه عليه الصلاة والسلام وبدينه الذي جاء وبينه الله سبحانه وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله. هذا الكتاب هو أصل مهم من أصول ما يتعلق بالبداية في أمور العقيدة. من أراد أن يدرس العقيدة عليه أن يبدأ بهذا الكتاب، بكتاب الأصول الثلاثة. هذا الكتاب، هذه الأصول الثلاثة هي التي تسأل عنها في قبرك: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ تجيب عليها، لكن حتى تجيب عليها لابد أن تحقق مضمون هذه الأشياء. من ربك؟ الله، صح ولا لا؟ ويلتزم ومن لوازم ذلك أن تؤمن بالله بما يتعلق بأمر الربوبية وما يتعلق بأمر إيش؟ الألوهية. كذلك مع الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام، تسأل من نبيك في القبر، فيجب أن تجيب في قبرك من نبيك، ثم أيضا عن دينك وهو الإسلام. فهذه الأسئلة الثلاثة وضعها الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب في هذا الكتاب. جاء أناس في هذا الزمن وفي الأزمان الماضية، لكن في هذا الزمن تسلط الأعداء بشكل كبير، وخاصة على ما يتعلق بأمر العقيدة، ولذلك أرادوا أن يهمشوا أمر التوحيد وأمر العقيدة عند الناس، ويسهلوا هذا الأمر، وأن الناس يفهمون العقيدة، وأننا نستطيع أن ندرس العقيدة في دقائق يكفي. وهذا غير صحيح. نحتاج الآن، خاصة مع هذه الشبهات التي بدأت تظهر، نحتاج إلى تأصيل. الجميع يجب أن نؤصل. من توفيق الله أذكر مثال يعني طرى علي الآن، وهو ما يتعلق ب لما أراد الملك عبد العزيز أن يؤسس دولة قوية، أسس الجميع أسسهم على التوحيد، بل ألزمهم بأن يذهبوا إلى القرى وإلى الهجر ويستوطن البدو من أجل أن يتعلموا العقيدة. لماذا؟ لأنه يعلم أن انتشار وتمكن العقيدة في قلوب الناس أنه هو الذي يحفظ هذه البلاد. ولذلك نحن نقول أيضا مع انتشار هذه الشبهات وهذه الوسائل التي انتشرت وأصبحت تصل إلى الجميع ويصل معها شبهات ربما طلاب العلم لا يستطيعون أن يردوا مثل هذه الشبهات، فعلينا أيضا أن نبذل الأسباب في تعلم العقيدة والتوحيد.